السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص به تلاميذ السنه الثانيه بكالوريا. نصائح ما قبل البكالوريا انجليزيه مع الاستاذ احمد سايع في قناه English with سايع Hi everyone welcome again to this English course pretended to second year back students before the exam I'm going to give you some advice so that you can uh, pass the exam in an easy way okay so just stay tuned okay اذا نبداو ان شاء الله كاين واحد مجموعه ديال الاشياء بالنسبه للكومبريانشن دائما بعض الاسئله اللي خصكم تكونوا مجدلة من النصيحه من النصائح اللي غادي نعطيكم واللي هي جبرت على انها مفيده بزاف تمد وحاولوا ما امكن ما تقراوش النص هو الاول قراو الاسئله هي الاولى حاولوا ما امكن تتعاملوا مع الاسئله يعني انك تقرا السؤال وتمشي تفتش له على الجواب ديالو بلا ما تقرا النص من الاول حتى الاخر علاش لان احيانا ملي كتقرا النص ملي شي كيوقع كتقرا النص كي كيكونوا بعض الكلمات ما مفهومينش كتحس بان النص صعيب كيكون عندك واحد الفكره فكره كتكون واحد الفكره على ان النص صعيب وبالتالي كيعطيك واحد آه الاحساس واحد العامل النفسي كيضغط عليك على ان النص صعيب امتحان صعيب والتكس صعيب والكلمات صعيبين ما فهمتش اكسيتيرا اكسيتيرا ولكن أرى را راه خصك تشوف الاسئله هما اللي مهمين لان احيانا واخا يكون النص صعيب ما فيهش مصطلحات صعيب ما فهمتيش ولكن الاسئله كتكون سهله لان الاسئله دائما من النص ما عندكش منين تجيب الاسئله دونك حاولوا ما امكن نبداو بالاسئله من بين انواع الاسئله هذا السؤال هذا تشوز ذا رايت انسر اذا هنا كيكون عندكم دائما هدف الاول واختار الجواب الصحيح هذا التكست از اباوت التكست على ايش كيتكلم اذا كيعطيكم ثلاثه ديال الجمل دائما دائما الجواب ديال هذا السؤال بحال هذا كيكون كي في الفقره الاولى دائما في الفقرة الأولى إما في الجملة الأولى أو لا في الجملة الثانية رد البلد المسألة هذه الفقرة الأولى بلا ما تمشيو بعيد إذا التكس كيكون دا الجواب ديالو ذا تكس إز أباوت يتمحور التكست حول دائما كيكون في المقدمة بطبيعة الحال هنا الجواب صحيح كدوروا عليه أو تكتبوا لتحت إما تدوروا أو تكتبوا لتحت تكتبوا مثلا أ بي ولا سي نوع الأسئلة آخر وهذا are these sentences true or false justify وهنا حاولوا الله يرضي عليكم حاولوا هذه النصيحه مني انا كنصح الوراق ديال وعارف شنو كنشوف تما في الفراغ حاولوا ما امكن ما تكتبوش مزيان ديك المساحه اللي عندكم تما حاولوا ما امكن ما تزيدوش فوق منها ما تزيدوش فوق منها حا... بمعنى ان عملوا فقط جاستيفيكيشن يعني المبرر اللي غيبرر الجواب ديالكم واش ترو ولا فولس واهم حاجه انكم تعملوا بعد اول شيء واش الجمله ترو ولا فولس ترو ولا فولس بينوها واضحه ترو تي فولس اف وعطيو ديك الساعه جاستيفيكيشن ضروري تعطيو الجاستيفيكيشن ديال ترو ولا بلا بها عندكم نص نقطه او لا لا مع شي مع شي استاذ مزيان نص نقطه اذا لاحظوا مزيان وما نعملوش ثلاثه النقط ما نعملوش ثلاثه النقط يعني من الى لا 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 ما نعملوش ثلاثه النقط اختاروا الكلمات كلمات راه باينين راه ما يمكنش يعطيك هو جاستيفيكيشن فيها جوج الجمل لا دائما الكلمات اللي هما صغارين اللي كيبينوا على ان الجواب هو صحيح ولا خطا أه كذلك انسر ذيس questions انسر ذيس كذلك شوفوا المساحه اللي عطيكم لي سباس اللي عطيكم جواب مباشر بلا ما تبقاو تعاودوا للسؤال وتجاوبوا لا وكاين بعض التلاميذ شنو كيعملوا كيكتبوا وكيعمل لك واحد السهم وكيكتب فوق هو ديك بديك ثلاثه هنايا حداها ثلاثه كيكتب هنا كيعمر هذه كامله لا هذا 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 كيعطي واحد النظره سلبيه للمصحح اذا دائما كتبوا غير غير جواب صغير مباشر وات نيو ثينكس هاف بين انتروديوس تو ميك ذيس ييرز ليترسي بروجرام سكسس كتكتبوا ديك الاشياء ذا نيو ثينكس شنو هو الجديد صافي بلا ما تكتبوا السؤال كامل وات داز علي معروف في وات داز علي معروف فيل براود واي داز علي معروف فيل براود عملوا تما الجواب بيكوز uh, هي او لا بيكوز هي ولا صافي هادشي اللي كاين واي داز ويتش باتل داز راشيد ساليمي وانت اس تو وين عملوا نيم الاسم ديال هاد الباتل اوكي اش من باتل ماشي دعملو ذا باتل that راشيد ساليمي wants اس تو وين از لان غاديو المساحه بزاف انتوما ما عندكمش المساحه بزاف اذا جاوبوا بجواب مختصر اللي مهم هو اللي مهم هو المعلومه واش عرفتوا المعلومه ولا لا هنا عندكم كومبليت ذا فولوينغ سنتنسز هنا كتكملوا على هذه الجمل من النص ماشي من راسكم من النص احيانا كدعملوا تغيير بسيط بحال مثلا الا كان عندكم الفعل كترجعوا اسم إذا كان عندكم مثلا هي wants تو جو كترجع ان اوردر تو جو هذا اللي كاين ان اوردر تو جو تو بنس ايمان جبيلي وونت تو دو ولا شي حاجه يعني من النص ما كتجيبوا حتى شي حاجه من راسكم هنايا what do the underlined words in the text refer to هذه الكلمات في النص على علام كدعود ملي كنقول دم راه كتعود على الجمع يعني كدعود مجموع على مجموعه ديال الناس بيبل ستودنتس uh, with اس يعني شي حاجه اللي هي الجمع ملي كنقول شيء كدعود على المؤنث ملي كنقول هيم كدعود على المذكر شي واحد شي شخص اللي كنتكلموا عليه هيم كذلك هنا عندكم نوع اخر ديال الاسئله فايند ذا تكس ووردز ذات مين اولموست ذا سيم از هنا غتفتشوا على عبارات في النص اللي كتعني تقريبا نفس المعنى بحال اولموست اولموست في الباراجراف ستارت وامبارست ولاحظوا على ان ستارت از verb فيرب المقابل ديالو خصو يكون فيرب is از adjective ادجكتيف المقابل ديالو خصو يكون ادجكتيف يعني ما يمكنش تلقى فعل المقابل ديالو اسم ما خاص فعل عنده اي ان جي المقابل ديالو فعل عنده اي ان جي فهمتوا بحال مثلا اذا كان عندكم ستارتين اكيد على ان المرادف ديالها خاص يكون عنده اي ان جي في الاخر وهذا من بين لي تكنيك اللي هما مهمين كذلك هنا عندكم تشوز ذا رايت انسر ذا تكست از اباوت كذلك كما قلت لكم هذه عاودنا هذه اذا غندوزو دابا لانجويج لانجويج الاسئله اللي كتكون مطروحه في اللغة هي هذه fill in the gaps with the appropriate phrasal verb from the list اذا هنا عندكم phrasal verb كنختاروا phrasal verb صحيح اما كتدوروا عليه او لا كتكتبوه كذلك هنايا اما كتدوروا عليه او كتكتبوه واحده من جوج هنايا give the correct form of the words between brackets هنا give the correct form شنو المعنى ديالها ان الكلمه اللي عندكم بين مزدوجتين غادي اما تبدلوها اما تزيدوا لها شي حاجه في الاخر هادشي اللي كاين بحال دابا كالتشر كنعملو لها كتولي كالتشرال وهادشي راه قريناه اه مانج كتولي مانجمنت هادشي خصكم تكونوا عارفينه لان عندكم في اليونيت نمبر 4 ولا 3 كيفاش كنبدلو فروم ناون تو فيرب فروم فيرب تو ناون فروم ادجكتيف تو ناون هادو مهمين هادي كالتشرال كالتشر كتجي معاها كالتشرال ما شي حاجه اخرى من غيرها مانج مانجمنت ماكاينش شي حاجه اخرى من غيرها يعني خصكم تكونوا عارفين هادو Rewrite the sentences beginning with the words given. هنا مطلوب منكم أن تعاودوا تكتبوا ديك الجمل بالكلمات اللي عطاوكم. هنا غادي نلاحظوا في, 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 الجملة الأولى أن هذه more qualified وكاينة هنا more qualified. معاودة جوج المرات. هنا في وسط الجملة وهنا في أول جملة. والدرس اللي كنتكلموا عليه اللي اللي عنده علاقة بهذه هو passive voice. يعني هنا امبلوي employ what more qualified workers إذا هنا باسيف passive voice إذا هنا passive voice صرح ذو الفعل فعل فينا هو امبلوي ومقبل منه كاينه ويل اذا ويل از موديل اذا خصنا نطبقوا القاعده ديال الموديل اللي كنت وريتكم قاعده رقم اربعه بمعنى غيجي الجواب ويل بي امبلوييد هذا الشيء اللي كاين نمبر 2 ليتس جو تو ذا سايبر كافي ذيس افترنون ماي فرند فوات سجستد هنا غنلاحظوا على ان عندكم هادو بمعنى ان هذا الدرس ديال ريبورت سبيتش ريبورت سبيتش هو الحوار اللي هو منقول ريبورت سبيتش اذا كتلاحظوا كذلك عندنا هنا ليتس جو بمعنى verb suggested وحنا كنعرفوا على ان suggest كيجي دائما مره verb plus ing اذا هنايا الجواب غادي يكون طبعا الحال غادي يكون هنا الجواب my friend Fouad suggested going to the cyber cafe going اذا suggested دائما كيجي مره verb ing عقلوا عليها مزيان Alright, fill in the gap with the appropriate preposition. هنايا مطلوب منكم انكم تكتبوا Preposition هي صحيحة إذاً لا تكتبوا في الولياء عندنا for والتانية عندنا with أعطي لك أن parents are sometimes too several with their kids to be selected for the interview أنا أخذكم تكتبوهم put the verbs between brackets in the correct tense هنا مطلوب لكم أنكم صرفوا الأفعال لاحظوا هاد الفقرة الصغيرة شو هم الجمل عندنا واحد جش ثلاثة ديال الجمل الولياء كتكمل بألفين إذاً كنعرفوا هنا عندنا ألفين إذاً ألفين راية simple past هذا الباست عندنا فعل واحد كم ما عندناش جوج الافعال عندنا فعل بمعنى خصنا نصرفوه في السيمبل باس كيم الجملة الثانية غنشوفوا شنو عندنا شنو هو الإشارة الزمنية اللي كاينة هنايا عندنا فور أولموست 10 ييرز فور 10 years ملي كتشوفوا فور و سينس كنعرفوا على ان خصنا نستعملوا بريزنت بيرفكت وبما ان عندنا هنايا فور اولموست 10 years كنتكلم على ان المده خصها تكون طويله يعني كنركز على طول المده اذا الجواب الصحيح هاف هي هاز ام سوري لكن خطا تما هي هاز بين وركينغ in the same car factory for almost 10 years he has been working but he has worked he has worked مقبوله ولكن جواب صحيح هو he has been working وكنعتذر اعتذر على ذاك الخطا اللي عندكم تما لان ما رديتلوش البال على اي ندوزو للجمله الثالثه عندكم تما by December شنو الاشاره الزمنيه هنا December 20 2022 بمعنى هذا مستقبل اذا ملي كنشوفوا by plus time في المستقبل كنعرفو ان خصنا نعملو future perfect future perfect اللي هو will have عاد kanamel verb في باس بارتيسيبل will have opened اذا هذا الدرس هذايا يعني مسائل هي سهله تقدروا انكم ده. هنا هنا شنو مطلوب منكم اكسبريشن uh, uh, لاحظوا كل كل عباره وشنو كتعني غنبداو بالولية is someone who اذا هذه اكيد على انك كتكلموا عنها ديفينيشن اوكي هذه ديفينيشن هنا رقم جوج شنو الاشاره اللي عندي اللي غتبين لي شنو غستعمل ديوتو وديوتو كنستعملوها دائما في اند افكت اذا هنا غتكون سي رقم ثلاثه شنو الاشاره اللي عندي هنا اللي غتساعدني هو كود يو بليز اللي كنستعملوها دائما في ريكويست اذا غتكون هنا وعندنا بليز اذا غتكون هنا اي الرابعة الاشاره اللي عندي هنا اللي ممكن تساعدني هي بيسايدز وبيسايدز دائما كنستعملوهم اللي كنعنيو اديشن اضافه اذا هنا الجواب هو بي

Alright. Now آخر ديال الأسئلة كذلك. Join the two parts of sentences. هنا مطلوب منكم أنكم join إذا نقص كتبوا. ضربتوا ما بين دوك الجمل واستعملوا هذوك اللي عندكم بين بين مزوجتين. Whereas as دائما كتجي الوسط. إذا غنعاود نكتب الجملة واستعمل whereas الوسط. دائما هذه كتجي الوسط. ويرات بينما هنا عندنا بيكوز اوف وبيكوز اوف القاعده ديال دائما دي كتكون متبوعه بناون ولا فيرب بلاس اي ان جي في هذه الحاله هذه غنعمل نيل كودنت اتاند ذا ويدن بارتي بيكوز اوف هير ايلنس او لا بيكوز اوف بين ايل اذا هذه راه راه سهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه هنا واحد النوع اخر ديال الاسئله جيف ذا كوريكت فورم اوف ذا ووردز ان براكيتس كذلك الكلمات اللي بين مزدوجتين وضعوهم في الشكل الصحيح الشكل الصحيح advertise advertisement و to, to be tolerance كجي to be tolerance كن خطأ تم مدركشين عدلاء tolerance I'm sorry كن حايدو ديك سيئة وكن عملو T alright كن كنعتذر على الاخطاء لان هذا عملته اليوم اليوم عاد وجدت هذا عارف لان غد بعد غدا عندكم امتحان يعني غدا غادي خصكم تشوفوا هذا الشيء باش تساعدوا الامتحان ان شاء الله بالنسبه للرايتين شنو انواع الاسئله طبعا كاين بزاف انواع الاسئله ولكن أركزكم على هذه الاسئله اللي جات في هاد العامين complete the paragraph using the, uh, the information given هنا عندكم uh, هاد المعلومات قالكم غتكملوا على الجمله هذه الكراوين از ذا اولدست يونيفرسيتي ان ذا وورلد نقطه الآن سوف نقوم بعمل جملة سوف It was founded in 859 A.D. ونكمل الجملة By Fatima al-Fahriya سوف نقوم It was founded by Fatima al-Fahriya in 859 A.D. حسناً right. Location سوف نقوم بعمل The University is in Fes, Morocco نقطة دائماً نكسب ونكمل نعمل نقطة subjects of study غادي نعمل their student study Islamic studies philosophy mathematics astronomy and languages وآخر جملة the university is open كتبقى هي هذيك صافي انا ما ما عملتش شي مجهود كبير باش نحصل على اربع نقاط ها هي سهله سي غنظم الخط ديالي دي. هذا هو اللي مهم نوع اخر ديال الرايتين كيجي هو هذا عاود كومبليت ذا باراغراف اباوت ذا بيرسون يو لايك موست ذا بيرسون اي لايك موست از my cousin my friend my brother uh, my neighbor uh, his name is Steve for example he is 17 years old and is fat he, he, Steve is a real genius he is excellent at robotics and loves working with little gadgets he is also excellent at mathematics Steve is short and has a round face with blue eyes and straight black hair اكتب اي حاجه مهم غنوصفو صافي هذا هو اللي مهم he is friendly sociable and outgoing his teachers teachers think he will be an international famous engineer صافي هنا كتب جمله ديت اربع نقط بكل سهوله هذا درس اللي كنعملوه في اول سنه describing someone اوكي نوع اخر ديال الاسئله اللي كيجي في الرايتين مثلا كومبليت ذا فولوين باراجراف اباوت يور فيفورت فيلم اذا هنا نطلب منكم على انكم تكملوا هذا الباراجراف وغتكلموا على <applause> الفيلم اللي هو مفضل ديالكم هنا أه تكلموا على اي كيم ما فيلم كيما كان واخا يكون كاع فيلم عمركم ما, ما تفرجتوه المهم غير نبداو تهضروا صافي تكلموا على شي فيلم في الخيال ديالكم او لا شي فيلم تفرجتوه بالصح او لا شي فيلم اللي مثلا اللي كيتكلم على شي احداث عاديه او لا شي احداث اللي اختلقوها المهم هو انكم تكتبوا جمل صحيحه مثلا انا غنتكلم على شي فيلم دابا عاد فكرت فيه ماي فيفورت فيلم از سونيا مثلا ات از اباوت a little girl who lives in the mountain with her family. دابا هذه جوج جملة سهلة. A little girl who lives in the mountain with her family. إذا ما هذه البنت هذايا مثلا she can't speak. but she understand understands well the birds language. إذن ما كتقدرش تهدر ولكن كتفهم مزيان اللغة ديال ديال الطيور مثلا. فهمتوني صافي. I like it because it is so real. إذن هو حقيقي جدا. And special effects are superb. are wonderful. Uh, this was the best film I have ever seen. صافي الله يجعل البركة. احنا كتبنا الباراجاب ديالنا وسالينا. ثانك يو فيري ماتش فور واتشين كنعتذر على الاخطاء بزاف جود لاك كنعتذر على الاخطاء بزاف لان بطبيعه الحال عملتوا بالزربه ما درتش فشكرا بزاف ونشوفكم ان شاء الله في, في الحصه القادمه وحظ سعيد حد سعيد وركزوا مزيان الله يرضي عليكم راه ممكن تحصلوا على نقاط اللي هي مزيانه في اللونجلي المعدل المضمون إذا تابعتوا هذه الخطوات اللي كنقول لكم شكرا بزاف وتحياتي لكم